إلى أن النزاعات الموجودة، وأعني نزاع الصحراء الغربية والأزمة الليبية على اختلاف طبيعتها. خرج وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمط العممرة بتصريح جديد بخصوص العلاقة المغربية الجزائرية وملف الصحراء المغربية والملف الليبي. قال العممرة الذي تم إعادة تعيينه على رأس الخارجية في الحكومة الجزائرية أن المنطقة المغربية التي تنتمي إليها الجزائر لا تظهر بالمظهر الذي نتمناها كمنطقة تسير بخطى ثابتة نحو والوحدة والإدماج، وذلك بسبب نزاع الصحراء والأزمة الليبية. استهل كلمتي بالتعبير عن الشكر الجزيل للسيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على الثقة التي وضعها في شخصي، وأنا شاكرا له هذه الثقة الغالية، وأتمنى أن أكون وأن تكونوا معي على مستوى هذه الثقة، وذلك بالمساهمة النوعية الفعلية في تحقيق الالتزامات التي قطعها رئيس الجمهورية على نفسه. سنواصل بطبيعة الحال العمل في المنطقة التي ننتمي إليها، وهي المنطقة التي لا تظهر بالمظهر الذي نتمناه، أي منطقة تسير بخطى ثابتة نحو الوحدة والاندماج، إلى أن النزاعات الموجودة، وأعني نزاع الصحراء الغربية والأزمة الليبية على اختلاف طبيعتها، تؤثر على العمل من أجل جمع الشمل والانطلاق نحو الاندماج والوحدة المنشودة. فيما يتعلق بالوطن العربي الكبير، نحن بطبيعة الحال على أتم الاستعداد لتجسيد أواصر الأخوة مع كل الدول العربية الشقيقة، ونتطلع إلى قمة عربية ناجحة في المستقبل القريب إن شاء الله. ونعتقد أن القضية الفلسطينية المقدسة هي بطبيعة الحال الإسمنت لتضامن الشعوب العربية والدول العربية، فتتشبث الجزائر كل التشبث بروح مبادرة السلام العربية. ستكون الجزائر دولة المحورية التي ستتحرك كما فعلت في السابق فيما يتعلق بتصدير السلام والاستقرار والأمن في ربوع القارة الإفريقية، بدءا بالفضاء الصحراوي الساحلي، وصولا إلى بؤر التوتر في القارة في كل مكان. وعبر العممرة في ندوة صحفية عقدها خلال تسلمه لمهامه خلفا لصبر بقدومة عن عدم رضا بلاده عن الوضع الذي تعرفه المنطقة وفشلها في السير اتجاه الوحدة المغاربية المنشودة. وأشار العممرة إلى أن هذين النزاعين اللذين تعرفهما المنطقة المغاربية يؤثران على العمل من أجل جمع الشمل والانطلاق نحو الإدماج وتحقيق الوحدة المغاربية المنشودة دون أن يتطرق إلى مواقف بلاده من نزاع الصحراء. وأكد رمط العممرة وزير الشؤون الخارجية الجزائري الجديد أن أولويات الدبلوماسية الجزائرية في الفترة المقبلة ستكون العمل على لم الشمل في المنطقة والمحافظة على دور الجزائر القيادي في القارة الإفريقية وتعزيزها. وتطرق وزير الخارجية الجزائري الجديد للأزمة الليبية قائلا إن عمل الجزائر لنصرة وتعزيز توجه الأشقاء الليبيين نحو الخروج من الأزمة بشكل يضمن السلام والتأخي ولم الشمل والنظام الديمقراطي الذي لطالما كان الشعب الليبي الشقيق يصبو إليها، يتطلب أيضا المزيد من الالتزام
والاستعداد للاستجابة لرغبات الأطراف الليبية والدولة الليبية التي نؤمن بها، ولن ندخر جهدا في الإسهام في تعزيز توجهاتها وقراراتها السيادية. وكانت رئاسة الجمهورية الجزائرية قد أعلنت في بيان لها أمس عن تكليف مطلع ممرة بتولي حقيبة الخارجية في الحكومة الجزائرية الجديدة خلفا لصبري بوقدوم الذي تم استبعاده من التشكيلة الحكومية الجديدة. وسبق لرمطل عممرة أن شغل منصب وزير الخارجية في الجزائر منذ سنة 2013 إلى غاية 2017، ليعين بعد ذلك نائبا للوزير الأول ووزيرا للخارجية بعد تفجر احتجاجات شعبية، احتجاجا على ترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، وذلك قبل أن يضطر لتقديم استقالته في 2 أبريل 2019.